والله أنا اللي شفته صراحة من حسب تجربة صراحة إنها شوي الأسعار شوي غالية، هذا اللي حاسس أنا. لكن نوعا ما هم جالسين يحاولون يعطون مزايا في إضافة السعر الزايد، بحيث ما يكون السعر زايد أوفر عن الشيء اللي يقدمونه لك. ففيه سوب الراحة جالسين يعطون إياها كأطعمة كالأمور هذه، وهذا اللي جالسين نشوفه الآن. أنا الحمد لله هذا إحنا حبة حبة في عصر التطور، والجاي أفضل بإذن الله. والله ممتازة جدا كتنظيم كتوزيع كترتيب، يعني لكن المشكلة في تنويع الأفلام، يعني أكثر الأفلام المرغوبة يعني أو التصنيف حقها يعني أحيانا ما يكون متواسع في أوقات معينة، يعني مثلا في وقت محدود مثلا الساعة مثلا من 9 إلى 12 بحيث أن يكثف الزحمة زيادة. يعني أنا جيت الصباح مثلا ما لقيت إلا فيلم واحد أو فيلمين، يعني حتى التصنيف حقها ما كان له أطفال ولا هو بس، ولا كصالة سينما ترتيب ما شاء الله ممتاز جدا. بصراحة أحس الأسعار مبالغ فيها، خصوصا في السعودية هنا عندنا استغلال في أسعار السينما مو طبيعي، وفوق كذا الحجوزات تتأخر ونادر ما تلقى مقاعد. بصراحة أحس في استغلال مو طبيعي، ولازم أحد لازم جهة مسؤولة تكون مسؤولة عن الأسعار في السينما بصراحة، لأن أسعار يعني مو معقولة أبدا. والله أنا أشوف وجهة نظري شغل مرتب، تنظيم مرتب ويستحق الدخول له. أولا تقييمي أنا أشوفها ما شاء الله تبارك الله يعني ممتازة من ناحية النظافة ومن ناحية السعة، وأشوفها صراحة يعني تقدمت على السينمات اللي خارج المملكة، ويعني ما شاء الله ممتازة.